الحلقة اللي فاتت كانت عن ليه نابليون جاء لمصر. هذه الحلقة عن إزاي نابليون حكم مصر. دي نقطة مهمة، لأنه أحياناً كتير نابليون والحملة الفرنسية بشكل عام بيصوروا على أنهم مجرد احتلال غربي زيه زي أي احتلال آخر لأي بلد في الشرق يعني، وهذا غير صحيح، لأن تجربة نابليون في مصر أولاً سبقت كل تجارب الاحتلال الغربي لأي مكان في العالم العربي، وإلى حد كبير سبقت الجزء المهم قوي يعني في تجربة الإمبراطورية البريطانية في آسيا، ودي التجربة في الهند بالذات، التجربة البرايم، التجربة الرئيسية لكل تجارب الاحتلال الغربي في العالم كله. تجربة بريطانيا في آسيا وبالذات في الهند بينظر إليها لأنها هي البرايم إكزامبل، هي المثال الرئيسي لكل تجارب الاحتلال في العالم. لكن تجربة نابليون سبقت هذه التجربة أيضا، ده غير طبعا إلى أن تجربة نابليون والحملة الفرنسية على مصر سبقت كل تجارب الاحتلال الغربي في أفريقيا. نابليون بونابرت جاء إلى مصر قبل كل ده، وإلى حد كبير الحملة الفرنسية على مصر، حملة نابليون، كانت قائمة على طموحات عملاقة زي ما حاولت أوضح في الحلقة السابقة. هذه الطموحات كانت معتمدة على رضاء المصريين. الرضا هنا ما كانش المقصود منه أن المصريين هيبقوا فرحانين قوي يعني ومبسوطين للغاية باحتلال غربي جاء إليهم، لا، لكن فكر نابليون تفكيره كان قائم على تصوير الحملة الفرنسية في مصر على أنها لحظة تحول اجتماعي مهول في البلد. النهاردة الكلام ده ممكن يكون في رأي ناس كتير كلام فارغ، يعني ممكن حد يقول إزاي يعني نابليون كان متصور أن المصريين حيقبلوا وحيسعدوا بالحملة. لكن في نهايات القرن الـ18 بدايات القرن الـ19 الثورة الفرنسية كانت قلب الدنيا في أوروبا، وقطاعات واسعة جدا من الأوروبيين منبهرين بهذه الثورة وبأفكار هذه الثورة. وفي نفس الوقت الدولة العثمانية وقتها كانت في حالة صعبة جدا، في حالة تراجع وضعف. فممكن فهم أنه ليه نابليون في هذه الفترة كان عنده تصور أن حملته على الشرق ومصر وقتها قلب الشرق هي مشروع تنويري ممكن يرى أمام ناس كتيرة قوي وفي فكرهم على أنه فعلا لحظة تحول اجتماعي. هي دي النقطة اللي كانت في فكر نابليون فيها أو ممكن يكون فيها رضا من المصريين ومن الشرقيين بالحملة بتاعته على مصر. النقطة دي هي المفتاح، مفتاح فهم إزاي نابليون حاول إنه يحكم مصر. لأن الشيء الرئيسي اللي نابليون حاول يعمله من أول لحظة للحملة هو توضيح للمصريين أن حكمه أو حكم فرنسا الثورة، فرنسا بعد الثورة الفرنسية لمصر، مختلف تماما وفي كل شيء عن الحكم الذي سبقه، حكم العثمانيين والمماليك لمصر. علشان ده أول شيء عمله نابليون في مصر كان إنه وزع خطاب كتبه على كل مصر تقريبا. هذا الكتاب وزع وقرئ على المصريين تقريبا في طول وعرض مصر كلها. الخطاب ده اشتهر جدا في التاريخ لأنه فيما بعد عقود يعني بعد الحملة الفرنسية على مصر صور هذا الخطاب على أنه كان محاولة من نابليون بونابرت أنه يضحك على المصريين. هو لا شك أن نابليون كان بيحاول يكسب ود المصريين في هذا الخطاب، لكن التاريخ لم يكن منصف قوي لنابليون بخصوص هذا الخطاب، لأن التاريخ خاصة في مصر
صور أن نابليون قال للمصريين أنه هو عنده حب للثقافة بتاعتهم وعشق للتاريخ، وأنه بيحترم جدا أسلوب حياتهم، وأنه متبع أو يكاد يكون متبع للدين الإسلامي. لكن اللي يقرأ النسخة الفرنسية من خطاب نابليون يرى أنه الراجل ما قالش أي حاجة من الحاجات دي خالص. اللي قاله إن هو عنده إعجاب شديد بالحضارة المصرية، وطبعا هنا يقصد الحضارة المصرية القديمة، حضارة الفراعنة، وقال إن عنده احترام للتقاليد المصرية. ما قالش إن هو موافق على وسائل وطرق الحياة المصرية. في فرق طبعا ما بين إن حد يحترم تقاليد مجتمع والفاليز قيم المجتمع، وبين إن هو يكون موافق على أساليب الحياة، خاصة طبعا إن نابليون جاي إلى مصر من دولة هي فرنسا أكثر تقدما كثيرا عن مصر. لكن المهم قوي هي النقطة المتعلقة بالدين، لأن نابليون ما قالش إطلاقا أنه متبع للدين الإسلامي، هو قال إن عنده احترام للدين الإسلامي. الملفت هنا إن في كتير من الفرنسويين بما فيهم مؤرخين فرنسويين قالوا فيما بعد إن نابليون بونابرت بقى لآخر أيامه عنده احترام شديد للأفكار الرئيسية في الدين الإسلامي. كل ده زود الالتباس، التباس الترجمة ما بين ما قاله نابليون في النسخة الفرنساوي من الخطاب بتاعه versus في مقابل الترجمة العربية، والتباس أصلا حتى في فرنسا عن تفكير نابليون في الدين الإسلامي. الرجل نابليون كان عنده مشكلة كبيرة قوي مع الكنيسة الكاثوليكية، ده غير طبعا أن الثورة الفرنسية كانت في جزء مهم منها ثورة ضد نفوذ الكنيسة وتدخل الكنيسة في الحكم في فرنسا. نابليون واضح قوي من كتاباته أن هو أعجب قوي بغياب فكرة الكهنوت عن الهيكل الشرعي في الإسلام، أو على الأقل هذا الغياب لفت نظره. لكن هذا بعيد قوي عن إن هو كان متبع للدين الإسلامي، هو ما كانش متبع ولا حاجة. بالإضافة لده إنه طبعا هنا في نقطة سياسية، وهي إن نابليون كان مدرك تماما إن هو قادم من دولة غير إسلامية اللي هي فرنسا لكي يحكم دولة ذات أغلبية إسلامية اللي هي مصر، وده معناه إن هو كان مدرك إن في احتمالية مقاومة سياسية شعبية ضده قائمة على الدين. طبعا خاصة إن هو كان مدرك إن العثمانيين والمماليك اللي هو أزاح ملكهم هيستغلوا هذه النقطة لإثارة المصريين ضده. علشان كده كان مهم جدا بالنسبة له ومن أول يوم إنه يأخذ هذا الكارت من يد العثمانيين والمماليك، بأنه يوضح أنه هو شخصيا عنده احترام شديد للدين الإسلامي، وأنه يوضح أنه قادم إلى مصر ممثلا للثورة الفرنسية اللي هي بتخرج الدين الكاثوليكي في فرنسا من الحكم. لكن طبعا اللبيب بالإشارة يفهمه، يعني هو ما قالش بوضوح أنه هو بيخرج الدين الإسلامي من الحكم في مصر، لكن هو بيحاول يقول أنه أصلاً في نقطة اختلاف بينه وما بين العثمانيين والمماليك، أنه هو صحيح النظام بتاعه غير إسلامي، نظام الحكم بتاعه غير إسلامي، لكن كمان عاوز يقول وقال بوضوح أن نظام الحكم الذي حكم به المماليك مصر تحت إطار عثماني كان هو كمان نظام غير إسلامي، لأنه هو شايف أنه فهمه للدين الإسلامي واحترامه للدين الإسلامي قائم على مبادئ العدالة ومبادئ التقدم اللي هو شايفها في الدين الإسلامي ومش شايفها في نظام الحكم المماليكي أو المملوكي والعثماني. من الآخر يعني كان بيحاول أن يضعف فكرة العثمانيين والمماليك إن هم الذين يمثلوا الإسلام، بينما إن هو جاي من دولة غير إسلامية. دي كانت نقطة مهمة قوي حاول إن هو من أول يوم يضعفها. النقطة التانية
اللي حاول نابليون ان هو يوضحها في اختلاف حكمه عن ما كان قبله او قبله من حكم العثمانيين والمماليك كان فكرة النظام. دي نقطة مهمة، لان حكم العثمانيين والمماليك زي ما حاولت اوضح في الحلقة الاولى من هذه السلسلة كان في هذه المرحلة نهايات القرن ال18 بدايات القرن ال19 وصل لدرجة مهولة من الضعف والانهيار، انه تقريبا ما كانش هناك اي نظام. زي ما بنقول بالعامية المصرية الوضع كان سبهللة تماما. المماليك كانوا يعيثون فسادا بدون اي رادع، بدون اي نظام. في المقابل نابليون حاول ان يوضح للمصريين من اول لحظة انه جاي وعنده نظام، عنده فكرة ادارة. هذه الإدارة بينها للمصريين بشكل واضح، فقال إنه أنا عندي سيستم يا جماعة، هذا السيستم هو هيكل نظام، أنا نابليون بونابرت على رأس هذا الهيكل، لكن تحتيه في تنظيم. فقال والله إنه في مجالس، هتبقى مجالس حكم، هتبقى موجودة في القاهرة وموجودة في الأقاليم المختلفة، وأنه هذه المجالس حتكون فيها تمثيل مصري حقيقي. هذا التمثيل حيكون من خلال كبار شيوخ الأزهر، كبار التجار، يعني مش مفتوح للعامة، مش مفتوح للمصريين كلهم، لكن هناك تمثيل واضح حيكون موجود فيه المصريين، وحيكون لهذه المجالس حق المشاركة في اتخاذ القرار وحق متابعة الحكم اللي حيكون في القاهرة وفي الأقاليم. دي مهمة قوي، إنها الأول مرة في تاريخ مصر من قرون كتير جدا إنه الحاكم يضع نظام حكم واضح، وإنه يكون للمصريين تمثيل في هذا النظام، ويكون لهذه المجالس حق متابعة اللي بيعمله الحاكم، وإنه كل ده يتقال للمصريين علنا، ما يكونش حتى يعني حاولوا تفهموا، لا ده بيتقال بوضوح من أول لحظة. دي كانت النقطة الرئيسية، إنه نابليون بيحاول يوضح إنه عنده نظام في مقابل إنه ما كانش فيه أي نظام قبله، وإنه هذا النظام المصريين فيه حيكونوا ممثلين، بينما قبل ذلك مش بس كانوا غير ممثلين، دول كانوا يعني كمان يكاد يكونوا منهوبين بشكل دائم. النقطة الثالثة اللي نابليون حاول ان هو يوضحها للمصريين نقطة اجتماعية، انه قبل نابليون طيلة على الاقل الثلاث قرون، ممكن يقال الاربع قرون كلهم بتوع حكم العثمانيين في مصر من خلال المماليك، ان المصري فيهم كان مواطن درجة ثالثة او رابعة. ليه؟ لانه كان فيه إليت، كان فيه كده قمة المجتمع اللي هو الوالي العثماني القادم من اسطنبول وحواليه الحاشية بتاعته، دول فوق الكل، دول معزولين طبعا تماما لكنهم فوق الجميع، ومعاهم تقريبا أو تحت منهم على طول في المماليك التقال. طبعا المماليك اللي بنتكلم عليهم في هذه الفترة القرن الخمستاشر، القرن الستاشر، القرن السبعتاشر، دول مماليك تعبانين، يعني مماليك ما لهمش دخل إطلاقا بالمماليك العظام، بيبرس وقلاوون وغيرهم، لا دول المماليك اللي اتغلبوا لما السلطان سليم الأول دخل مصر 1517، وبعديها المماليك أصبحوا مجرد كلاس كده، مجموعات بتحكم تحت الحكم العثماني، هي المسؤولة عن استتباب الأمن. واقع الأمر بتعملش حاجة غير إن هي بتنهب البلد وخلاص. فتحت الإليت، القمة العثمانية اللي في مصر وقتها، في كلاس كده، في طبقة من المماليك تقريبا بتنهب البلد بشكل مفيش فيه نظام، لكن من خلال اقتطاعات، إن كل واحد واخد له جزء من مصر، يلم الضرائب، يدي جزء كبير منها للعثمانيين عشان يبعتوها لإسطنبول، والباقي هو يبقي لنفسه. وكل واحد من هؤلاء المماليك تحتي مجموعة كمان من المماليك درجة تانية، اللي هم بيلموا
الغلة ويدموا الفلوس ويدموا الضرائب ويضربوا الناس ويستعبدوا الناس. فدول هم الكلاس، الطبقة رقم 2 ورقم 3. تحتيهم في مجموعة من الأغنياء المصريين اللي بيتعاونوا معاهم أو أصبحوا ملاك أراضي كبار، فبيقوا نفسهم شر هؤلاء المماليك إن هم بيدفعوا لهم فلوس من آن لآخر زيادة حبتين. وتحت كل دول في المواطن المصري الغلبان. فهذا كان النظام الموجود في مصر بشكل رئيسي في الدلتا، لأن دي اللي تحت الحكم المباشر قوي للمماليك والعثمانيين، وبشكل إلى حد ما لكن أقل شوية في الصعيد، لأن الصعيد كان بعيد شوية عن هذا الإطار من الحكم زي ما حاولت أوضح في الحلقة الثانية من هذه السلسلة. لكن بشكل عام قبل نابليون، المصري العادي مواطن درجة ثالثة أو درجة رابعة في هذا الهيكل الاجتماعي. اللي نابليون حاول يقوله للمصريين من الأول أنه من مبادئ الثورة الفرنسية اللي هو يمثلها في مصر فكرة العدالة، فكرة أنه مفيش فروقات ما بين حد وآخر، وأنه كمان الجنود الفرنسويين اللي جايين معاه هيبقوا تحت سلطة القانون اللي هو هيطبق على الجميع. دي نقطة مهمة، انه مش بس كان بيقول لهم انه والله هيكون في نظام سياسي واضح انتوا هتمثلوا فيه، لكن كمان عاوز يقول انه في نظام اجتماعي واضح هيبقى فيه الناس كلهم سواسية بما فيه الفرنسويين اللي جايين معايا. دي برضو رسالة شعورية، رسالة ايموشنال، رسالة فيها انه بيحاول انه يوضح اختلافات سياسية اجتماعية اقتصادية، لأنه قال إن نظام الضرائب هيكون واضح، وطبعا دي نقطة مهمة. لكن مع كل ده وقبل كل ده بيحاول إنه يكسب مشاعر المصريين من خلال إنه يوضح إنه الهيكل الاجتماعي اللي هو هيدخله في مصر هيبقى مختلف تمام الاختلاف عن ما كان قبله أو قبله. كل هذه الفروقات كانت فحوى رسالة نابليون للمصريين، وكان ده اللي حاول فعلا النظام، اللي حاول فعلا نابليون انه يضعه في اول شهور الحملة الفرنسية على مصر، وممكن القول في السنة الاولى من حكمه لمصر. لكن السؤال بقى دلوقتي هو لماذا فشل هذا النظام؟ هذا الفكر اللطيف قوي اللي هو حاول يقدمه للمصريين، لماذا في الحقيقة لما جه يطبق فشل، وإزاي فشل؟ ده موضوع الحلقة القادمة.